بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس 21. خلاصة في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنكير المشبهة. هم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات فيها مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عطلوا، والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاطل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيه ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيه، غلو في التنزيه أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض، غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه. نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسط بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات. أهل السنة وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافاً للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافاً للممثلة والمشبهة. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. هم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. ثانياً، أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق وقالوا ما فيه إلا أفعال الله،
ما فيه إلا أفعال الله. الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، كالريشة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل يقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هذه أفعال غيرهم، هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، محركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم، وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد، وهم القدرية، سموا قدرية لأنهم نفوا القدر، وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. فالإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته وميوله، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته. والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر، كل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يضل أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يزني، العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء. والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار، ولذلك المجنون ليس عليه تكليف، الناس لا يؤاخذ لأنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره، العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله لأنهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالعاجز لا يؤاخذ،
المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناسي لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يثابه مجبور؟ فما هو صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا وجه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول. فإن مذهب الجبرية لا تقوم عليه حياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد، أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب القصاص؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية قلنا هذا ما ضربك، هذا اللي ضربك الله، هذا ما ضربك، هذا مجرد آلة ما بيده شيء. فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا إليك؟ لا، ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. كان كل شيء يترك على ما هو عليه وقال هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي، قال هذه أفعال الله ما هي بأفعال العباد، ونترك الظلمة ونترك أهل الشر يفعلون ما يشاءون، واللي يتركون الطاعات يقول هذا ولا ما الله ما حركهم للطاعة معذورون. هذا مذهب الجبرية، مذهب باطل. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. أعوذ بالله تعالى بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. ثالثا، أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من توعد العصاة، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص
إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة، قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول لا، التصديق بالقلب يكفي، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. إذا ما دام أنهم صدق في قلبه، ما دام أنهم صدق في قلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الإيمان. هذا مذهب من؟ المرجئة. على النقيض منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد، الطرف الأول أخذ بنصوص الوعد، وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر، الزاني كافر، وشارب الخمر تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أخذوا إن كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي، هذا من مذهبهم. كما أن من مذهبهم الخروج على الأئمة وشق عصا الطاعة، كذلك من مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر. وأما المعتزلة فإنهم يقولون أصحاب الكبائر يخرجون من الإسلام، يخرجون من الإسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر، بل يكونون في المنزلة بين المنزلتين. أحدثوا هذه المقالة، لا مؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة توسطوا وجمعوا بين النصوص، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة، مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون إنه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي، أو يقولون هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية، وإنما معه إيمان لا يخرجه إلى الكفر، يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي، لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل ما عصى نقص إيمان، حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا، هم أقرب إلى الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة. ومرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون، والاقتتال كبيرة، بل صدر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فسمى الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن اسم الإيمان باق معهم وأنهم لم يكفروا بذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرة من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من الملة، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة، وهو وسط بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل، أما أولئك فكل طائفة أخذت بطرف وتركت الطرف الآخر. نعم. أسماء الله، وفي باب أسماء الكتاب والدين بين الحرمية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، وفي باب أسماء الإيمان والدين، هذه كالتي قبلها في مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة والكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجئة يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر الخوض فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. الأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساهل ويطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم، كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر، وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. المسألة الأخيرة، أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الجعفرية، طائفة من الشيعة. سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر،
فقال لا، لا أتبرأ من أبي بكر وعمر، بل أتولاهما وأحبهما، وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه، لا أتبرأ منهم. فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضة، سموا بالرافضة، لأنهم رفضوا زيد لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما، سموا بالرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون، ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان، هؤلاء يقولون هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفر. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا فظيعا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، كون الله يراك أي مطلع عليك، ولكن ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ وهل هذه المنزلة أعلى من المنزلة التي قبلها؟ نعم، تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين: قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يراه يؤمن بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفائدة من تقييد الدابة بما كان الله آخذ بناصيته مع أن الله آخذ بنواصي جميع الدواب؟ نعم، هذه ما هي صفة معناه، صفة معناها مقيدة، يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، قل من بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة وذات شر في الغالب. نعم، وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب أن الشر في الدواب. وفي الآية الأخرى: ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق، أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجن من الدواب؟ وهل لهذا الدعاء وقت معين يقال فيه؟ نعم، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع، حشرات والحيات والعقاب، كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرضعوا على أنفسكم النهي عن فتح المخلوقات في الصلاة خارجية؟ ما هو بعيد، نعم يؤخذ منها الإسراف في رفع الأصوات في المكروهونات في الدعاء وفي الصلاة وفي القراءة، فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلفه، يسمع اللي بداخل المسجد، اللي بداخل المسجد يبلغهم، يجعل مقرفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مقرفون خارج المسجد للأذان، وبهذا يندفع الأذى وتحصل المصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يصح أن يفسر القرب في حديث ارضعوا على أنفسكم بأنه قرب إحاطة وسمع وبصر في القرينة، وهي قولكم إنما تدعون سميعا بصيرا؟ وهل أحد قال غير هذا، إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم؟ ما أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلط بالناس، ما يقولها إلا الحلولية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين القرب والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كلها بمعنى واحد. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن فوق السماوات عرش الرحمن، وبعض الأحاديث تدل على أن سقف على أن عرش الرحمن هو سقف الفردوس، فما هو تعليقكم؟ ما فهمت السؤال. يقول ذكرتم أن فوق السماوات عرش الرحمن، نعم، وبعض الأحاديث تدل على أن سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. أي، والفردوس في السماوات، الفردوس في السماء ليست فوق السماء، الفردوس في السماء. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.